اسعدهم في ولادتك الجديده. يبقى الاولانيه اتقي الله، نادي نفسك من الفج العميق، وقف الذنب الفلاني، وقف الخطا الكبير، نقطه ضعفك اتقي الله فيها. النقطه الثانيه ترجع مكنه خير عشان تبقى ولادتك فعلا اسعاد زي ما حصل في المره الاولانيه. هتعمل ايه بقى مع الوالد، حي او ميت؟ هتكرمه ازاي؟ والدتك هتكرمها ازاي؟ اعملوا شكرا، اشكروا. معاذ ابن اخونا محمود، معاذ بيحج كل سنه وبيشتغل شغل اداري، بس كل ما اشوفه بالحج حاسس معنى الحج، يا بخته، ربنا يبارك له ويحفظ له عليها. ان تبقى مستشعرا انك في مغمور في نعمه الله، منقوع في نعمه الله. ارجع اشكر، اشكر وبين الشكر في امك، هديه حلوه، ومراتك اكرمها، اكرم مراتك شكرا لله، وجيرانك واصحابك. يا رسول الله، اي الاسلام افضل؟ اطعام الطعام. يعني اطعام الطعام؟ ندي الغلابه؟ لا، نقعد ناكل مع بعض. دين اجتماعي، دين بيقوي العلاقات الاجتماعيه. اطعام الطعام يعني نجمع الصحاب ونقعد ناكل، ده اي الاسلام افضل؟ اطعام الطعام. يعني نعمل عزومه ويبقى دول من الاسلام، دين رائع، دين حضاري. دي الخطره الثانيه، اسعد من حولك واشكر ربنا عملك. الخطرة الثالثة، إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء. يا سلام، إبراهيم غالي قوي في الحج. بس مين إبراهيم؟ مين إبراهيم؟ إبراهيم ده المجدد. مجدد ليه؟ لخلافة آدم، آدم الخليفة. مين المجدد؟ إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. أنت الخليفة، أنت مسؤول عن الأرض يا إبراهيم. أنت ولادك المؤمنين إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد من ذريتكم المسؤولية عن الأرض. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليه؟ عشان تاخدوا قدوة. يعني أنت عايز إيه في الآخر؟ بص يا إخوان، اسمعوا معايا الفكرة دي، صعبة شوية بس نمشي فيها حتة حتة. خليني احكي لكم الفكرة دي. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، يؤدي وظيفة الكون. عدد لا كده بس، عدد الطيور في الكون بالملي مع عدد الحشرات مع عدد عشان يحصل اللي بيسموه في الطبيعة التوازن البيولوجي في الأرض. بالقدر البترول هيقعد في الأرض دي عشان بعد كده تطلع الناس تستخدمه. بالقدر كل شيء خلقناه بقدر. طب وانت اتولدت في الميعاد المحدد بالدقيقه والثانيه في الزمن المعد لاستقبالك. انت ما ينفعش كنت تيجي في زمن الصحابه، انت كان لازم تيجي في الوقت ده. انت مخلوق بقدر بحكمه في لحظه مناسبه لتؤدي وظيفه. ايه الوظيفه؟ جزء من اعمار الكون. انا عايزك تتخيل خيال كده، ان في خريطة ضخمة جدا 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 من الأرض السنة، ماتريكس كده ضخمة جدا فيها الوظائف اللي محتاجها الأرض عشان تتعمر. من الأرض السنة معقدة جدا، ولا كمبيوترات الدنيا ما يعنيهاش إلا الله سبحانه وتعالى.
فلان اتخلق يفضل ماشي من صلب جده لجد جده لصلب ابوه وامه لغايه ما يتولد يوم كذا في الزمن الفلاني بعد ما يكون مصر حصل فيها الحدث الفلاني علشان هيربى بالطريقه الفلانيه عشان يؤدي الوظيفه الفلانيه. اديسون لازم يتولد في الوقت الفلاني عشان يكتشف المصباح الكهربي علشان هو هيبقى بدايه التكنولوجيا اللي بعده. هو يتولد في الوقت ده. اللي اكتشف الانسولين هيتولد في الوقت ده ويتعرض جده للمرض الفلاني عشان يقعد يبحث عشان هيؤدي الوظيفه دي. انت حضرتك خلقت الوظيفه. فين المشكلة؟ إنك متوقفش الوظيفة التي خلقت من أجلها، إنك تعمر في الكون على قد الإمكانيات اللي بدوها لك في المكان اللي أنت موجود فيه. تملى الماتريكس، تملى تحط عامل صح في الحتة دي. أنت إيه مهندس؟ جهزك للوظيفة دي تعملها بنية إعمار الكون وإصلاح البلد وتحسين حالة المسلمين، صح؟ صح، برافو، أديت الوظيفة. إبراهيم أدى الوظيفة، عشان كده بيتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيدوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن فلما أتمهن إني جاعلك للناس خليفة. وعمر بن الخطاب أترك، قال يا رسول الله أتلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى عشان يبقى قدوة للأجيال اللي جاية. يا سلام على الرؤية. فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تفضلوا تصلوا ورا المقام تفتكروا الراجل ده عمل ايه؟ هل تؤدي الوظيفه التي خلقت من اجلها ولا عايز تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت؟ خلقت لاعمار الارض تؤدي الوظيفه، طب ما اديتش الوظيفه يغضب عليك. اديني مثلا يونس عليه السلام تصلح في الحته دي، تصلح الناس دول. لا انا مش عايز اصلح الناس دول، انا هشوف حاجه ثانيه اعملها. احنا بنحضر صوره قصه سيدنا يونس ومش واخدين بالنا هو ايه الموضوع. يعني طب ما في ناس عملت ذنوب اكتر من كده واخطاء اكتر من كده، ليه بطن الحوت؟ ليه الموضوع؟ مش معنى بطن الحوت، بطن الحوت ظلمه. الماتريكس هي اللي يملاها اللي يؤدي الوظيفه الدنيا تنور. والجزاء من صنف العمل. مش هعمل دي بطن الحوت. هذا الرجل والقصواء دول خلقوا الوظيفة، الحجاج دول، فإذا تعبدوا بها إلى الله سبحانه وتعالى وبقوا بيأدوها كوظيفة لله سبحانه وتعالى يرتزقوا من الوظيفة اللي سبحان الله بيعبد الله بها، فتكون لهم رزقا وعبادة. يلا من اول وجديد اديك نقيت تماما، ادي بقى وظيفه. انت وظيفتك ايه؟ انا لسه طالب. وظيفه ايه؟ انا لسه طالب. انجح واطلع من الاوائل وصلح في اللي حواليك وشوف لك عمل خيري. انت وظيفتك ايه؟ انا ولا حاجه. ايه ولا حاجه؟ ما بعملش حاجه. خلي بالك بقى، خلي بالك من العقوبه وافتكري قصه يونس. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. في وظائف لازم تؤدى. هو هزار. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ هو كنت هزار. انتوا مخلوقين عشان تؤدوا حاجات في الوظائف. خلقتوا الهدف. مش هأدي. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم حيوا احسن منكم. سوره محمد. ايها الحاج عد الى وظيفتك. ربنا مش عايز ناس عواطليه. في بطاله في عالم البشر بس مش مقبول في عالم ارضاء الله البطاله. واشتغل البنات والستات. اشتغل ايه؟ اشتغل يعمل تطوعي، اشتغل يعمل خيري. ربي ابنك بنيه لله، اقفي جنب جوزك بنيه ان احنا نكبر حاجه للاسلام وللبلد. لكن لازم يبقى في وظيفه. ويساعدك على كده كلمه سهله قوي اسمها النيه. النية تحول العادات إلى عبادات. ها؟
هتقول لي ايه وظيفه؟ انا بشتغل مراجع حسابات، ولا بشتغل مدرب كاراتيه وكونغ فو، ولا بشتغل صاحب شركه حج، ولا بشتغل مهندس في شركه، ما لهاش علاقه بالرساله الدينيه. مين قالك ان انا بتكلم عن الرساله الدينيه؟ اعمار الارض، الكون مسجد كبير. احنا بنعبد الله في المسجد الكبير. اجعل محرابك هو الكون، اصلح الكون. انا عشت في انجلترا 7 سنين، كنت بزعل لما بلاقي ورق في الشارع. ارض ربنا، ايه العقول الضيقه اصل دي خليها تخرب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قرات بحث لاحد الناس، يعني نتمنى ان يكون انتصار الاسلام قريب، ومن المبشرات لانتصار الاسلام ان الاسر في اوروبا تنهار، فلتنهار مزيد من الانهيار الاسره ليعلو الاسلام. ايه ده؟ مين يحب ان اي اسره في الكون تنهار؟ الاسره دي النواه اللي ربنا اقام عليها الكون، انا محمد انفسه. ايه النظره الضيقه دي؟ انا عايز الكون يتصلح، الكون ارض ربنا. انا عايز انور في الماتريكس الكبيره قوي قوي قوي. وعايز ليه يبقى له دور واحد؟ عايز يبقى كذا دور. وهي دي عبوديتي، مهندس ولا دكتور شاطر في عين الناس. بدل ما عشان اكل وقت فلوس، ده عشان اكل الوظيفه اللي خلقت من اجلها. انا عبد لله وبتعبده الثوري زي ما بتعبده الصلاه. يا جماعه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مفهوم يعبدون مفهوم خاطئ عند المسلمين انه الصلاه والصوم فقط، هذا خطا. يعبدون العباده نوعين، عباده تقديس وعباده تعمير. لماذا اقتصر المسلمون على عبادة التقديس وتركوا عبادة التعمير لغيرهم؟ عبادة التعمير بعمر له في كونه. العبادة أن تترك الكون أفضل مما دخلت فيه. عبادة. وتخلف المسلمون لما نسوا المعنى التاني، راحوا خالص بقى برا على الهامش. يا ريت على الهامش برا. ليه؟ ظنوا ان العباده عباده التقديس فقط، ونسيوا عباده التعمير. طيب عايز مننا ايه بقى؟ ايها الحاج، ايتها الحاجه، عد الى وظيفتك، اعبد الله بالاصلاح في الارض. ما كانت خير، تعمر هنا وتعمر هنا وتعمر هنا فتنور الكون، فما تخشش في بطن الحوت ولا تخش في الظلمات. بطن الحوت اشاره للظلمه. انت ما بتاديليش الوظيفه، حياتك مظلمه. والعقوبة من جنس العالم. نورلي الكون، نورلي ان شاء الله حتة قد كده، نورلي ابتسامة تحطها على طفل يتيم بدل ايتام، نورلي بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل لهم ايتام، نورلي بمذاكرة من حديد وتطلع تتعلم بره عشان تجيب علم يحسن الناس، نورلي باختراع جديد يفيد البشرية في التواصل. هذا الاختراع اللي اسمه الموبايلات، والله إذا كان الغرض منه مزيد من التواصلات بين الناس فهو يؤدي وظيفة الحياة في أعمال الأرض. والفكرة المغلوطة فلتكن للغرض الدنيا وحدة من الآخرة. يا سلام، خليهم هم يوصلوا للقمر ويعملوا الإنترنت وكده. احنا لينا الاخرة. الاخرة لا تصل اليها الا عن طريق الدنيا. الدنيا مزرعة الاخرة. ده كانت المعنى الثالث. يبقى انا قلت 3 معاني الى الان. اخرج من فجك العميق واتق الله في نقطة ضعفك. خلاص. 2، ولادة جديدة. لازم يكون فيها اسعاد لمن حولك. وفرحة وشكر لله. اعملوا آل داود شكرا. 3، أدي وظيفتك.